السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء يتنبؤون ويتوقعون بحدوث عاصفة شمسية هائلة تحمل تيارات جيومغناطيسية ستؤثر على الحقل المغناطيسي للأرض وتحدث شللا للشبكة العنكبوتية في قطاعات كثيرة من كوكبنا، فيتسبب هذا الانقطاع للنت بخسائر اقتصادية وحيوية هامة وبالجملة، وقد يستمر لأسابيع أو أشهر. وقد سبق الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني كل توقعاتهم وعلومهم تلك، فأخبرنا وحذرنا من اقتراب حدوث انفجار شمسي عظيم ووصفه بXXX large لشدته. تفاصيل وموعد وقوع هذا الانفجار نجده في هذا الاقتباس من بيان سطره الإمام بتاريخ 4 ربيع لسنة 1441 للهجرة، والموافق 1 نوفمبر لسنة 2019. يقول الإمام في الاقتباس: وانفجار شمسي عظيم XXX large، والشمس والقمر في حالة اجتماع في غرة شهر ما، وأشهد الله أني لا أحدد لكم تاريخ يوم العذاب بحسب أيامكم حتى ولو كنت أعلم أنه قريب، بل نعلمكم بالأحداث من قبل حدوثها، فليس بالتحديد خير لكم، كون الذين لا يعقلون سوف يؤخرون التصديق والاتباع حتى يروا هل يأتي في ذلك اليوم المعلوم عذاب عظيم، ثم إذا ما وقع يؤمنون، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، تشابهت قلوبهم بالكافرين بالقرآن العظيم، فلو أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد يدعو إلى الحق ويهدي إلى صراط مستقيم، اللهم بصرني ببيان سلطان علم البيان للقرآن بالقرآن كما أبصر الشمس في السماء، اللهم لا تجعل سلطان علم بيان القرآن بالقرآن عمى على قلب عبدك سبحانك، فمن لم يجعل الله له نورا يفرق به بين الحق والباطل فما له من نور؟ فهل يستوي الأعمى والبصير؟ وهل تستوي الظلمات والنور؟ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولعنة الله على الكاذبين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.